عندما توجه الشيخ سالم الرافعي إلى تركيا لم تكن هيئة العلماء المسلمين تملك أي معطيات عن الإفراج عن المزيد من المخطوفين بعد إطلاق حسين عمر، وهي لذلك أرادت بقاء هذه الزيارة السرية كي لا تشكل بنتائجها صدمة للأهالي. وأحبت الهيئة أن يقوم بعض المشايخ بزيارة تركيا لشكر العلماء ولشكر الخاطفين ولتشجيعهم على إطلاق سراح الباقين. وأما ما ورد أنه هناك إطلاق سراح اثنين فلان وفلان، هذا التكهنات إعلامية لم نصرح بها ولم يعدنا بها أحد من العلماء أو من الخاطفين. الشيخ الرافعي يرفض الحديث عن فشل مشددا على أن المساعي الهيئة مستمرة. هناك يعني وعود إيجابية جدا من العلماء ومن الخاطفين أنفسهم أن الأمر إن شاء الله تعالى سيكون الإفراج عنهم قريبا. على مسامع الشيخ الرافعي كرر الخاطفون لمطالبهم وهي في السياسة وتدخل في صلب المواقف اللبنانية من الأزمة السورية. الأمر لا علاقة له بالمال أولا، وليس هناك مطالب مادية أصلا، وحتى المطلب باعتذار الشيخ حسن نصر الله ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود بعض اللبنانيين خاصة يعني حزب الله يقوم بنصرة النظام السوري الذي يقتل هؤلاء المساكين، يقتل هؤلاء الضعفاء، فهذا يعني شعروا بهذا الألم وهذا الضيق. لذلك كل القضية مرتبطة بهذه المسألة، أنه أنتم الآن تهتمون بأحد عشرة ولا تهتمون بنا ونحن نقصف من قبل جماعة أنتم تؤيدونهم. الشيخ سالم الرافعي أخذ على حزب الله وقوفه في الأزمة السورية إلى جانب الظالم، مع أن الدين الإسلامي والمذهب الشيعي يدعوان لنصرة المظلوم. المهم أن خروج الحسين رضي الله عنه وهو مظلوم على يزيد الظالم، هذا مذهب أساس مذهب الشيعة، فكيف اليوم يؤيدون أن الشعب في سوريا مظلوم يطالب بحريته خرج ضد حاكم ظالم يكون نحن مع الظالم ولسنا مع المظلومين؟ هذا ينقض أساس مذهبهم. الأمر الثاني، الأسد أسوأ ألف مرة من يزيد. الأسد شعبه أو جنده يكون لا إله إلا بشار وهو يقرهم على ذلك، هذا كفر. في تحليل الشيخ الرافعي أنه كلما طالت أزمة المخطوفين في سوريا كلما تعقدت، لسيما مع شمول الخطف مواطنين تركيين في لبنان.